السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، ان شاء الله حلقتنا النهاردة تكون سهلة خفيفة لطيفة ووصفاتها كمان تكون لذيذة وتعجبكم ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة المسقعة بالبشاميل من الاطباق اللذيذة جدا والجميلة جدا وسهلة خالص وما بتاخدش وقت، كمان هنعمل مع بعض فطاير بالجبنة حلوة قوي نقدر نديها للولاد في المدرسة تنفع فطار وعشاء، ممكن كمان نغير في حشواتها، وعندنا كمان كروكيت البطاطس بالبسطرمة. يلا بينا نبدأ أول وصفاتنا، وهنعمل في البداية المسقعة، نقول المقادير وبعدين نشوف الطريقة. عندنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، مفرومة وش واحد بس، 2 كيلو بتنجان متقطع شرايح بالطول ومتحمر، 3 بطاطس كبيرة متقطعة ترانشات ومتحمرة، بصلتين مفرومين، رشة سكر، وعندنا رشة من البهارات السبعة وملح وفلفل اسود. عندنا للبشاميل بقى 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من الزبدة، ولتر لبن، وكوباية من الكريمة او 3 معالق من القشطة اللي بنشيلها من على وش اللبن عادي جدا، وعندنا مكعب مرقة. دي المقادير سهلة وبسيطة والطريقة كمان سهلة جدا، وتعالوا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. هنبدأ نعصج اللحمة بتاعتنا، ونحط طاسة على النار، واجيب حلة كمان علشان البشاميل والاتنين يبقوا على النار عشان نخلص على طول. دايما كده في البيت اللي نقدر نعمله مع بعضه بيوفر لنا وقت كبير. هناخد البصل بتاعنا، دي بصلة كبيرة مفرومة او بصلتين، البصل لما بيكون كتير في العصاج بيديله طعم حلو مسكر ولذيذ جدا، وكمان بيكتروا شوية زيت صغيرين عشان اللحمة دايما بيبقى فيها نسبة دهون فما نكترش الدهون. ليه قلنا ان البتنجان متقطع بالطول؟ لما البتنجان يتقطع بالطول بيبقى اقل امتصاصا للزيت اثناء التحمير، وعشان كمان تقللي من امتصاصه للزيت بعد ما ترشي عليه رشه من الملح. طبعا كلنا بعد ما بنقشر البتنجان ونخرطه بنحط له شويه ملح ونحطه في مصفى يتصفى عشان اي سوائل زياده فيه، ميه زياده فيه بتنزل منه، وبعد كده عفريه بالدقيق وحمريه، ده هيديكي نتيجه روعه جدا مع تقطيعه طبعا بالطول هيبقى افضل كتير. حطينا هنا الطاسه بتاعتنا فيها زيت، هننزل بالبصل زي ما اتفقنا، حطي بصلتين كبار حلوين كده علشان يدوكي طعم حلو للحمه ويكتروها كمان معانا شويه. ونشوح البصله بتاعتنا تشويحه كويسه من غير ما تغير لونها، مش لازم تغير لونها خالص. وهي بتتشوح هنحط معاها البهارات والفلفل. على فكره احنا داخلين ان شاء الله على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تقدري تعصجي اللحمه وتحطيها في اكياس في الفريزر وتطلعي تشتغلي منها على طول، ده بيوفر لك وقت كبير جدا جدا في اي وصفه انت حابه تعمليها. انا لما بلاقي عندي اللحمه المعصجه ده بيشجعني كمان اعمل حاجات ما كانتش في بالي اصلا، فبيديكي فرصه كده ويسهل عليكي حاجات كتيره جدا. يبقى انا حطيت 2 معلقة زيت، نزلت بالبصل المتقطع صغير، وبعدين حطيت البهارات السبعه وشويه فلفل اسود، وهنشوحهم مع بعض كويس. وعندنا الحل على النار، هنجيب الزبدة والدقيق عشان نعمل البشاميل. ادي الزبدة، طاسة سخنت قوي فانا هرفعها شوية عشان الزبدة ما تتحرقش وتغير لونها وتخلي لون البشاميل غامق. وادي الدقيق، استنى الزبدة دي كتير. هنقلب الدقيق بتاعنا على النار من غير ما يغير لونه. اعرف منين ان الدقيق استوى؟ بتلاقيه ابتدى يبيض، المرحله اللي بعديها انه يبتدي ياخد لون بقى ذهبي فاتح وذهبي غامق وهكذا، فاحنا نلحقه وهو لسه ابيض علشان الكريمه او الصوص البشاميل يبقى معانا لونه ابيض وايدينا فيه بقى علشان ما نسيبوش يتلسوع مننا. ومعانا ام رضوى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا حبيبتي، ازيك؟ عامله زي الفل الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، منور الست الله يشفاكي. حبيبتي بنوركوا انتوا والله، تسلمي لي. معلش عايزه مقادير بسكوت بتاع امبارح. بسكوت امبارح ننزل بيه، حاضر عينينا ليكي. ريهام البسكوت ارجوكوا ينزل علشان الناس بتزعل مننا. حاضر يا روحي هنزلهولك حالا. ماشي
انا جالي كومنت على الموضوع ده. ننزل الحاجه. ماشي. يبقى احنا حطينا اللحمه بعد ما البصل يتشوح كويس مع البهارات، ونبتدي نفك اللحمه كده في البصل علشان تبتدي تستوي. قلنا برضو ان اللحمه المعصجه يفضل ان هي تكون وش واحد بس عشان تبقى خشنه، كل ما كانت خشنه بتبقى باينه في الوصفه اكتر ما تكون ناعمه. ناعمه يعني متفرفته قوي، صغير قوي، فما تبقاش شكلها لطيف. تمام، تخليها خشنه افضل. وهنا الدقيق خلاص، هنبتدي ننزل بقى اللبن، وننزل اللبن تدريجيا. تمام، ومش كله مره واحده، ومع التقليب المستمر واللبن بدرجه حراره المطبخ. بسم الله. يعني حطيت كده حوالي تلت الكميه، واحاول افك الدقيق في اللبن. يبقى الزبده قد الزبده او السمنه قد الدقيق. هنعمل 4 معالق كبار سمنه، 4 معالق كبار دقيق، نشوحهم على النار. تمام، لغايه ما الدقيق يستوي يدينا لون ابيض من غير ما يغير ويغمق. وبعد كده نحط اللبن تدريجيا ونقلبه كويس قوي واحنا بنحطه علشان ما يكتلش مننا بالشكل ده. نرجع بقى تاني على النار، وايدينا في البشاميل اهم حاجه ما تسهيش عنه علشان ما يكتلش ويعمل تكتلات يبقى صعب ان احنا نفكها. وكل ما الاقي بقى الخليط بدا يتقل، لاننا مش حاطين كميه اللبن كلها، ابتدي ازود اللبن، واللبن بدرجه حراره المطبخ، لا هو بارد قوي ولا هو سخن. تمام، عشان يدينا نتيجه كويسه. وادي العصاج بتاعنا شغال اهو، ريحته حلوه جدا، خصوصا ان احنا حطينا البهارات بتاعتنا مع البصل، مديه ريحه حلوه قوي. في البيت واحنا شغالين يفضل ان انا ابقى شغاله، لو هعمل حاجه ليها كذا تجهيز يبقى كل حاجه على عين، بحيث ان انا اخلص كله مره واحده، ما ياخدش مني وقت وافضل طول النهار اعمل في الوصفه. هنا البشاميل محتاجين قوامه يكون قوامه تقيل، مش عايزينه خفيف، ما عندناش حاجه محتاجه تستوي، فمش عايزين نسبه سوائل عاليه. تمام، مثلا غير اللازانيا لما نكون هنعملها نيه، فبنحطها ونخلي البشاميل قوامه خفيف جدا علشان تبتدي تستوي في صوص البشاميل وتبقى طريه وحلوه. اما دلوقتي احنا عندنا البطاطس متحمره والبتنجان متحمر واللحمه متعصجه، فمش محتاجين غير الصوص يكون تقيل ويبقى على الوش علشان يتحمر وياخد لون ونقدمها تبقى شكلها لطيف. تمام، البشاميل على النار كده، هنبتدي نضيف مكعب مرقه ونحط ملح وفلفل، وايدينا فيه علشان ما يكتلش مننا. كل ما الاقيه بقى خلاص بدا بقى يتقل بزود حبه لبن بحبه لبن لغايه ما اخد القوام اللي انا محتاجاه، عشان تخلي البشاميل بتاعك طعمه حلو ممكن تضيفي جبنه كريمي او زي ما قلنا كريمه او قشطه عاديه جدا من اللي بنشيلها من على وش اللبن، تديكي نتيجه روعه جدا وطعم حكايه. اللحمه خلاص اتعصجت، لو انا بقى هعمل وصفه بالشكل ده اكتر الكميه شويه، اخد اللي انا عايزاه والباقي افرزه في الفريزر في كيس بلاستيك وبططه كده، وابتدي ارص في الفريزر عندي في اي وقت انا محتاجه اعمل حاجه على السريع كده. البشاميل العصاج بيدخل معانا في حاجات كتيره جدا وفي حشوات الفطاير كمان، فيفضل نبقى عندنا حاجه في الفريزر جاهزه تنفعنا وقت زنقه. حط شويه لبن كمان، جاي للضيوف على غفله وعايز اعمل اي حاجه كده على السريع، طاجن مكرونه بالبشاميل، اي حاجه، فهتلاقي اللحم متعصجه عندك بتوفر وقت ومجهود كبير. حلو جدا كده، اللحمه بتاعتنا بقت جاهزه، حطينا لها الملح، لسه هنحط لها بقى الملح ونقلبها تقليبه كده، ورشه كمان من السكر.
ودي هتخلي طعم اللحمة حلو جدا. حوالي ربع معلقة صغيرة من السكر هنقلبها. احنا حطينا الفلفل وحطينا البهارات السبعة وخلاص كده اللحمة بقت عندنا جاهزة جدا. هنرفعها من النار. والبشاميل بتاعنا كمان خلاص قرب. عندنا الكريمة هبتدي اضيفها بس مش هحطها كلها، انا هحط نص الكمية واخلي نص الكمية اوزعه على الوش علشان يحمر لي الوش ويخلي لونه حلو. يبقى النص جوه في البشاميل نفسه والنص هيبقى على الوش. هسيب البشاميل بقى يغلي. ومعانا بيسان، اهلا وسهلا. الو الو، ايوه ازيك يا بيسان؟ ايه الاسم الجميل ده؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه اخبارك ايه؟ شكرا حبيبتي. عندك كام سنه؟ بحبك قوي. وانا كمان. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ليكي اي سؤال يا قلبي؟ الو، خط قطع. ميرسي يا بيسان، تسلمي لي يا قلبي يا رب. ما شاء الله على السوله خالص. يلا نوضب الطاجن ولا نطلع فاصل؟ طب نطلع فاصل ونرجع نكمل الطاجن بتاعنا وندخله الفرن. اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني ويلا بينا بقى نقفل طاجن المسقعه. احنا عملنا ايه؟ حمرنا البتنجان بتاعنا زي ما اتفقنا بعد ما قطعناه بالطول بالشكل ده، شايفين واخد تقطيعه بالطول مش بالعرض، وده عشان يقلل امتصاصه للزيت. هبتدي اعمل طبقه من البتنجان. من الأكلات اللذيذة والسهلة وأعتقد كتير كتير مننا بيحبها. وابتدي أرش أحط برضو طبقة من البطاطس، دي برضو بيبقى طعمها حلو جدا. على فكرة كمان ممكن نحط كوسة متحمرة برضو، ممكن كمان فلفل لو حابين. يبقى كده عملنا طبقة كويسة من البتنجان والبطاطس. نحط بقى اللحمة المعصجة بتاعتنا، نوزعها في الطاجن. ونرجع تاني نعمل طبقة من البتنجان. زي الفل. تمام جدا. ويدي البطاطس. لو حابة تضيفي صلصة وانتي بتعملي اللحمة المعصجة طبعا تنفع جدا ويبقى طعمها لطيف، بس كده هي اخف. تمام، بس لو حباب صلصة مفيش مشكلة. بعد ما بتعصجي اللحمة خالص خالص بتحطي كوبايتين من عصير الطماطم، تمام،
وتسبكيهم كويس مع اللحمه، وبعدين تضيفيهم زي ما عملنا بالظبط. تمام، فعشان لو حد حابب يحط صوص طماطم هينفع ويبقى زي الفل. وادي البشاميل هنحطه بقى على الوش. بسم الله، القوام حلو جدا، مظبوط، مفيش كلاكيع ولا تكتلات، ريحته حلوه قوي، الكريمه بتديله ريحه جميله جدا وطعم كمان. بالشكل ده وزعنا البشاميل. عندنا بقيه الكريمه اللي احنا كنا مفوضينها، حطينا نص الكميه وسيبنا نص الكميه عشان نحطها على الوش. هبتدي اوزعها على وش الطاجن علشان يديني لون لطيف ويحمر معانا وكمان ريحه وطعم. كده خلصنا خلاص طاجن المسقعه بالبشاميل، هندخله الفرن على الرف الوسطاني لغايه ما ياخد لون من على الوش. احنا مش محتاجين اكتر من كده، كل مكوناتنا مستويه. يلا بينا. بسم الله بسم الله. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. نشيل الحاجات بتاعتنا دي ونروق مكاننا، وتعالوا بينا بقى نعمل فطاير حلوه جدا هتنفعنا في الفطار في العشاء، تنفع كمان للولاد في السندوتشات. ومعانا مريم. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ الو الو. الحمد لله. ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ الو. ايوه حبيبه قلبي، اتفضلي. الو الو. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ عايزه طريقه عمل البغاش. حاضر، عينينا ليكي عينينا ليكي يا مريم، ميرسي لاتصالك يا قلبي. يلا بينا نقول مقاديرنا. يبقى كده معانا البغاشه، انا مش هنسى البغاشه. وايه تاني طلب مننا؟ ايه في الاول؟ البسكوت بتاع امبارح. يلا بقى بسرعه. ماشي، طيب نقول بقى المقادير بتاعه الفطاير بتاعتنا. عندنا 4 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام، نص كوبايه من الزبادي، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الخل، رشه ملح، وحوالي كوبايه ونص ميه دافيه للعجن، ودي هنتحكم فيها ونخليها اخر حاجه، نحطها حبه بحبه علشان العجينه تلم معانا. الحشوه النهارده هتبقى عباره عن ميكس جبن، تقدري تحطي اي نوع انت حباه من الجبن. النهارده هنحط موتزاريلا وشيدر ورومي علشان يدوا طعم للموتزاريلا لوحدها، ما لهاش طعم. تمام، وعندنا كمان زيتون اسود متقطع شرايح، وهندهن الوش بمعلقتين كبار من اللبن البودر، رشه من القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه صغيره من السكر، وشويه ميه صغيرين هندوب فيهم الحاجات البودر دي كلها علشان نعرف ندهن بيها. تمام، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. نجيب بولة، الدقيق ننخله كويس، منها نتأكد من نظافته، ومنها كمان يدي قوام هش للفطاير. ايه دي الدقيق. بسم الله، عليه كل المكونات الجافة ونقلبها، وبعدين نبتدي نحط المكونات السايلة. دي معلقة سكر، ودايما بقول لو انت متأكدة من الخميرة بتاعتك حطيها على الدقيق على طول، مفيش اي مشكلة. المشكلة في انك تكوني جايبة نوع جديد انت مش عارفة هو كويس ولا لا، لازم تعملي له اختبار بانك تدوبي الخميرة مع السكر في شوية مية دافيين صغيرين، ومية دافية لا ساقعة ولا سخنة، وتسيبيهم شوية حوالي يعني 10 دقايق. لو لقيتي ان اللي انت عملتيه ده ابتدى يفور ويعلى بعد ما كان حبه صغيرين عالي خالص، وابتدى يعمل رغاوي كتير على الوش، يبقى الخميره زي الفل، حطيها بقى على الدقيق واشتغلي. اما لو ما قامتش من مكانها وفضلت زي ما هي، لا ما تشتغليش بيها لانها هتبوظ لك بقيه المقادير. بما اننا عارفين الخميره بتاعتنا زي الفل، حطيناها وحطينا السكر، ونحط كمان ذره من الملح يعني ربع معلقه كده صغيره، ونقلب مكوناتنا الجافه دي مع بعض. وبعد كده هنحط الزبادي، هنا نص كوب يعني نص كوباية معيارية، وادي الزيت. تمام، وادي الخل، ومعانا منال. ازيك يا منال، كده حطينا كله فيما عدا المية. الخط قطع، حاولي تتصلي بينا تاني يا حبيبتي. هحضر المية معايا، مية دافية، لا تنفع سخنة قوي ولا تنفع ساقعة قوي. تمام، نجيب شوية مية ساقعة عليهم.
يبقى احنا حطينا على الدقيق بتاعنا في البدايه السكر والخميره ورشه الملح وقلبناهم كويس، وبعد كده ابتدينا حطينا كل المواد السائله بتاعتنا فيما عدا الميه، حطينا الزبادي، حطينا الزيت، حطينا معلقه الخل، ونبتدي نعجن عجينتنا. والاهم من كده ان احنا الميه في ايدينا نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. تمام، دي خطوه مهمه جدا، ما نحطش كل مقدار الميه نفاجئ ان العجينه بقت لينه خالص ومش نافع معانا، لا، الميه في ايديا اهي، وهبتدي احط حبه بحبه لغايه ما الاقي العجينه بتاعتي بقت قوامها لين ومش بيلزق في الايد. نعجن بقى، نعجن كويس، لما يكون في فطاير كده بتحب العجن الكتير علشان تدينا نتيجه هشه وكمان طريه، وبعد ما تبرد ما تفرولش مننا. زي الفل. كل ما تعوز معايا ميه احط لها. طيب، عملت العجينه وفجاه لقيتها بقت لينه جدا مني ومش مدياني نتيجه مظبوطه وعملت تلزق في ايديا، حطي شويه دقيق بشويه دقيق صغيرين لغايه ما تلاقيها ظبطت في ايديكي، مفيش اي مشكله خالص، كل حاجه ليها حل. نعجن بقى كويس قوي مده ما تقلش عن 10 دقائق. ومعانا كريم. اهلا كريم. الو. لا. الو. الو. ايوه. الو. ايوه اتفضلي. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي، سامعاكي والله. الو. سلام فاطمه. اهلا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ في مشكله؟ في مشكلة في الاتصال، حاولي تتصلي بينا تاني يا حبيبة قلبي، انا كنت سامعاك كويس جدا على فكرة. خدتوا بالكم بقى؟ خلصت، هي ما اخدتش كل الكمية بتاعت المية، تمام؟ ممكن تاخد معاكي كوباية، ممكن اقل، ممكن اكتر، تمام؟ عشان كده بقول لك المية في ايديكي، انت اللي تحكمي فيها مش هي اللي تحكم فيكي، تمام؟ هنقعد نعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية ما العجينة معاكي تبقى ملساء خالص ومططية، ده بياخد منك مش اقل من 10 دقايق في العجن. في العجان تمام زي الفل برضو نفس التوقيت، واعجنيها سواء عندك عجان او بايديكي لغايه ما تاخدي نتيجه كويسه. كفايه كده بقى علشان ايه نشوف ورانا ايه تاني، ما نفضلش طول الحلقه نعجن. تمام، هنسيبها تخمر كويس بعد ما نعجنها طبعا 10 دقائق. قوام العجينه زي ما انتم شايفين كده لين، اهم حاجه دي خطوه مهمه جدا عشان كمان معجناتك تطلع بعد كده لينه ومش ناشفه. هنغطيها ونسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هنقطعها كور صغيره، وهنطلع فاصل بقى ونرجع نشكل الفطاير بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. اوعوا تروحوا في اي حته مستنيه. رجعنا لكم تاني ويلا بينا بقى نشكل الفطاير بتاعتنا. زي ما اتفقنا بعد ما العجينه بتخمر كويس بنبتدي نشكلها كور ونسيبها ترتاح علشان اقدر افردها. لما بترتاح العجينه بتتفرد معايا بسهوله، كمان ممكن ما تحتاجش منك نشابه من كتر ما هي بتتفرد معاكي. هنبتدي نفردها، الكره بتاعتنا تبقى بحجم البيضه الصغيره، وهنفردها بسمك حوالي نص سنتي، ما ترققيهاش قوي، تبقى معانا بالشكل ده. تمام، والحشوه زي ما اتفقنا النهارده عاملين ميكس جبن موتزاريلا وشيدر ورومي، وهنحط كمان شرايح من الزيتون. تقدري تغيري الحشوه باي نوع جبن انت حباه، ممكن كمان بلحمه معصجه، براحتك خالص. هنقفل بقى كده العجينه بتاعتنا بالشكل ده. تمام، شايفين اتقفلت كويس جدا،
واقلبها الناحية التانية تبقى كده، ونحطها في صينية مدهونة بالزيت او مفروشة ورق زبدة. نعمل واحدة كمان. يبقى نعجن كويس علشان العجينة بتاعتنا تبقى حلوة، ما نخليش العجينة بتاعتنا ناشفة، العجينة تبقى لينة. نسيبها تخمر كويس بعد العجن، وبعدين نبتدي نكورها كور كلها قد بعض بحجم البيضة الصغيرة، وبعد كده نسيبها ترتاح علشان تتفرد معايا بسهولة، ونفردها كل واحدة بالشكل ده، ونبتدي نحط الحشوة في النص، والحشوة دي تابعة لذوقك والمتوفر عندك. بعد ما بنحشيها هنبتدي نقفل الطرفين على بعض كده من الآخر، من الطرف الأخراني للطرف الأخراني الناحية التانية بالشكل ده أهو كده، وندوس عليها جامد علشان يلزقوا في بعض. وبعد كده هنقلبها الناحية التانية، وعلى صينية مدهونة مادة دهنية زيت، أو نحط ورق زبدة، ونبتدي نكمل بهذه الطريقة لغاية ما نخلص. طيب هنشكل ازاي بعد كده؟ هجيب مقص، والمقص هبتدي اخد كده واقص، تمام، هيدي شكل لطيف جدا بعد التسوية. وبعد ما نشكل العجينة بتاعتنا هنسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هندهنها قبل ما ندخلها الفرن، والفرن بتاعي لازم يكون شغال والع، وانا شغالة في العجينة بتاعتي علشان يبقى سخن جدا، ادخل معجناتي على فرن سخن مش بارد علشان تطلع معايا طرية ما تنشفش مننا اثناء الخبز. كل دي عوامل تخلي اي معجنات معاكي زي الفل. شكلنا خلاص هيبقوا معانا بالشكل ده بعد التخمير. يلا بقى ندهنهم علشان ندخلهم الفرن بتاعنا. دول كده خمروا، ودي مكونات الدهن بتاعتنا اللي هي معلقتين لبن بودر، معلقة صغيرة من السكر، رشة بسيطة من القهوة سريعة الذوبان، وهندوبهم بشوية مية. بسم الله، ومية مش كتير، انا مش عايزة الخليط سايل جدا ولا عايزاه تقيل جدا، يكون وسط كده علشان يديني نتيجة كويسة. محتاج شوية مية صغيرة بس كده. ومعانا ام كريم، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الله يخليكي يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، تسلميلي يا رب، تسلميلي. ربنا يخليكي يا قلبي. انا بكلمك بس عشان اسلم عليكي، والله مش عشان اسال على حاجه. حبيبه قلبي تسلميلي، والله كلك ذوق، ميرسي بجد. ربنا يخليكي يا قلبي، والله انا حبيبتي. اول مره والله هتصل بحضرتك. ده انت نورتيني واسعدتيني باتصالك. ربنا يخليكي يا قلبي، والله حبيبتي. لا. حبيبتي الله يخليك يا روحي، ميرسي بجد. بحب كل وصفاتك. بصي بس بستناكي كمان في الإعادة بتاعت الساعة 2 وشويه. الله، ربنا يخليكي ليا يا رب. طب بنجرب؟ طيب. والله اهم حاجة نجرب، مش في الآخر هنعمل بسلة ورز بقى. لا والله الحمد لله، يعني بحب البسلة ورز قوي. بس المعجنات مش عارفة ما بتظبطش. اوعي، لا 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 لا، ده احنا هنا عشان تظبط وتظبط كمان. انا عايزاكي تجربي بقى وتقولي لي رايك ايه. ربنا يخليكي، ما تحرمش مني ولا منك يا قلبي. نورتيني، نورتيني يا روح قلبي، ميرسي يا ام كريم لذوقك ولكلامك الحلو ده. ندهن كويس وبضمير ومن جميع الجوانب عشان تطلع معايا كلها لون واحد وبتلمع. حابه تضيفي اي حاجه على الوش زي سمسم مثلا، حبه البركه، مفيش مشكله خالص زي ما تحبي، بس انا هعملها ساده كده. تمام، يبقى نقول خليط الدهن تاني. احنا حاطين معلقتين من اللبن البودر، حطينا عليهم معلقه سكر صغيره ورشه بسيطه، يعني حوالي ربع معلقه من القهوه سريعه الذوبان، دوبناهم بثلاث اربع معالق كده من الميه كويس جدا. ولما دابوا ابتدينا ندهن الوش كويس. تمام، ويلا بقى الفرن بتاعي شغال وسخن على درجه حراره 200، ولو بيشتغل فوق وتحت كمان يبقى افضل، اما لو بيشتغل من تحت بس كمان لازم نقرب الشبكه من ارضيه الفرن، نقربها شويه. تمام، ضروري الشبكه تبقى قريبه من ارضيه الفرن، يا اما نحط على الارضيه مباشره. تمام،
فرننا بيشتغل فوق وتحت، هنشغل فوق وتحت، ما بيشتغلش الاثنين مع بعض يبقى هنحطها لغايه ما تاخد لون ذهبي من تحت، وبعدين نشغل نطفي تحت ونشغل الشوايه فوق لغايه ما تاخد لون ذهبي من فوق. هنطلع بقى فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني، ونشوف الفطاير بتاعتنا اخبارها ايه، اوعوا تروحوا في اي حته مستنيين. رجعنا لكم تاني، ويلا بينا بقى نطلع طاجن مسقعة جميل، ريحته حلوة جدا وشكله كمان لطيف جدا جدا، واخد لون وبقى زي الفل. بسم الله. هوبا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحفة. والبشاميل نزل تحت على البتنجان والبطاطس وكله اتشرب وبقى لطيف جدا. تمام، يلا بينا بقى نشوف وصفتنا التالتة النهاردة هتبقى كروكات البطاطس بالبسطرمة. نقول مقاديرها، عندنا كيلو بطاطس مسلوقة ومسلوقة بقشرها، تمام، وما تزوديش عليها التسوية، متقشرة بعد ما تتسلق طبعا، وبعدين بنهرسها. كوباية فلفل ألوان متقطعة صغير جدا، بصلتين أخضر مفرومين، تمن كيلو بسطرمة، عندنا كمان كوباية جبنة موتزاريلا، معلقة صغيرة من البابريكا، ملح وفلفل أسود، وهنغطي بكوبايتين من البقسماط المطحون، عليهم معلقتين كبار نشا ونص كوباية دقيق، وكمان بيضتين عليهم معلقتين من اللبن ونص كوباية دقيق، دي عشان أول حاجة هنحطها فيها، وزيت سخن علشان نقلي فيه. وبص كده على المعجنات بتاعتي أخبارها إيه، تمام شغالة. ويلا بينا نعجن البطاطس. زي ما اتفقنا اعجني البطاطس، اسلقي البطاطس بتاعتك بقشرها، لما بتتسلق بقشرها ما بتشربش سوائل او ما بتشربش ميه، فعشان كده ما تفكش مننا في الزيت. ونحط البصل الاخضر، بيدي طعم حلو جدا جدا مع البطاطس، ويدي الفلفل الالوان، تمام، وعندنا كمان بابريكا وملح وفلفل، والملح طبعا، ونبتدي نعجن كويس قوي. يبقى طعمها حلو جدا، من الحاجات اللي ينفع تفرزيها في الفريزر وتقعد معاكي فتره، كل ما تحتاجي تطلعي وتحمري، ممكن كمان تديها للولاد في المدرسه، تطلع في الفطار، تطلع في العشاء، كمقبلات في اي عزومه، لطيفه جدا وطعمها حلو قوي. بصوا البطاطس علشان اتسلقت بقشرها متماسكه، مش فكه في ايديا ولا اي حاجه خالص. هنلم بس المكونات بتاعتنا كلها عشان تتجانس مع بعض، يبقى كلها وصل لها الملح والبابريكا والفلفل وكمان البصل الاخضر والفلفل الالوان. خلصنا، شايفين ما بتلزقش ولا اي حاجه، زي الفل. هنبتدي ناخد جزء من العجينه بتاعتنا ونبططه بالشكل ده اهو، ونبتدي ناخد من الحشوه بتاعتنا اللي هي عباره عن بسطرمه متقطعه صغير، وشويه من الجبنه الموتزاريلا كده، تمام، ونقفل بقى البطاطسايه بتاعتنا او العجينه بتاعت البطاطس بتاعتنا، ونحاول نداري كل الجبنه وندخلها جوه علشان ما تفكش مننا اثناء التحمير، ونرجعها تاني تبقى بالشكل ده. نعمل واحده كمان، والمعجنات بتاعتي خلاص قربت تطلع، فكروني عشان ما انساش. يبقى بناخد جزء من عجينة البطاطس اللي احنا عملناها ونفردها بالشكل ده، ونحط جواها شوية بسطرمة شوية جبنة، ونرجع نقفل عليها بسكوت امبارح بقى اللي انتوا طلبتوه، المقادير بتاعته نزلت اهي على الشاشة، يلا بقى صوروه، هو تحفة جدا يا جماعة، جربوه يعجبكم ان شاء الله جدا جدا. اهم حاجه نقفل كويس على الحشوه بتاعتنا هنا في البطاطس عشان ما تفكش مننا، زي الفل. طيب بعد ما نخلص كل الكميه بالشكل ده هنعمل ايه؟ نبتدي نعمل التغليفه اللي بتبقى على الوش او الغطا. عندنا هنا نص كوبايه من الدقيق، وعندنا كمان نص كوبايه تانية، في نص كوبايه هنسيبها والتانيه هنحطها على البقسماط المطحون، ومعاها معلقتين من النشا، ونتبلهم بملح وفلفل. انا اروح بقى اطلع المعجنات بتاعتي الحلوه وبعدين نكمل، تمام، وشويه برضو ملح
صغيرين على البيض وشويه فلفل، ونطلع المعجنات. بسم الله. بصوا اللون بقى بتاعها جميل قد ايه اهي. ونحط التانيه في الفرن تستوي واحنا قاعدين. يبقى عملنا ايه بعد ما بنشكل الكفته بتاعتنا او الكروكيت، البطاطس الكروكيت بتاعتنا، بعد ما حشيناها وقفلنا عليها كويس جدا، حطينا على الدقيق بتاعنا معلقتين كبار من النشا، خد معلقه وشوكه، معلقتين كبار من النشا، نص كوبايه دقيق، ملح وفلفل على البقسماط، كل ده على البقسماط، ونبتدي نقلبهم كويس مع بعض. ده هيبقى الغطاء الخارجي خالص، والدقيق والنشا هنا، النشا بيبقى بيخلي الكفر مقرمش وبيخلي كمان اللون افتح كتير ما يكون بقسماط بس لوحده. انتوا كلكم عارفين طبعا بننزل بالحاجه اللي معموله بالبقسماط بتنزل في الزيت، بتحسي ان هي لونها بيغمق جدا واحيانا كمان ما بتستويش. فاضافه الدقيق والنشا ده بيخلي الحاجه بتاعتنا تستوي وفي نفس الوقت يبقى لونها ذهبي وحلو جدا. خلصنا خلاص، خلطنا المكونات دي، وعندنا البيض بتاعنا حطينا عليه ذره من الملح والفلفل، ونحط له بس معلقتين من اللبن علشان يخف لي القوام بتاعه ما يبقاش تقيل قوي. تمام جدا، نخلي الشوكه معانا هنا عايزينها، ونبتدي بالتدريج ده. هنبتدي ننزل في الدقيق الاول، والدقيق هيخلي البطاطس تشيل معانا شويه بيض حلوين، وننزله بعد كده هنا، وبعدين نطلع على البقسماط اللي مخلوط بالنشا والدقيق ومتبلينه بالملح والفلفل. حلو جدا. خطوه بقى مهمه بعد ما اخلص اللي انا بعمله ده، ان انا اشيل الكروكيت بتاعه البطاطس بتاعتي في الفريزر نص ساعه قبل ما احمر. تمام، يبقى نقول تاني، بعد ما بنشكلها بننزلها في الدقيق، وبعد الدقيق البيض مع اللبن، وبعد كده خليط البقسماط مع النشا والدقيق، وبعدين نشيل بعد ما نخلص كل الكميه بنشيلها في الفريزر نص ساعه، ونبتدي نحمر في زيت سخن. وادي الزيت على النار، ومعانا منال. الو، ازاي حضرتك؟ الله يخليكي، اهلا وسهلا. وحضرتك والله شيف، يعني انا مش عايزه اقول لك انا مبسوطه منك ازاي. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، ودايما مبسوطه مني. لا حبيبتي انت ما شاء الله زي الفل. كنت عايز عندي سؤالين بس من فضل حضرتك. اتفضلي. السمنه البلدي اللي بنجيبها من بره دي، اللي هي في البرطمانات والعلب وكده، بنسيبها بره الثلاجه ولا نحطها في الثلاجه ونطلع منها نستعمل؟ في الشتاء خليها بره الثلاجه مفيش مشكله، اما في الصيف لا، خليها في الثلاجه افضل، لان كل حاجه في الصيف مع شده الحراره بتغير بسهوله. وخلي بالنا واحنا بناخد منها ناخد معلقه نظيفه، ما تكونش كمان مبلوله ولا مطرح حاجه مثلا ولا اي حاجه. تمام، ده افضل علشان تدينا او تقعد معانا فتره اطول، ما تغيرش وما نلاقيش في الاخر كده الطعم بتاعها غير ولا ريحتها غيرت. طب السؤال الثاني من فضلك، السوداني اللي هو اللي بالقشر ده اللي بنجيبه من بره نحمصه، بيقعد أيوة. قد ايه في الفرن عشان يتحمص؟ ده على حسب فرنك وعلى حسب ظبط درجه الحراره بتاعتك. تمام، يفضل ان انت تعمليه على 170. تمام، والوقت بتاعه بقى تعرفيه ازاي؟ انك انت بعد ربع ساعه كده تبتدي تطلعي وتفتحي واحده وتسيبيها تهدى شويه، لو لقيتيها قشرت معاكي فهو كده زي الفل. تمام، ما تخليش الحراره عاليه، لان لو الحراره عاليه هتخلي لك الكفر اللي بره بتاع السوداني لونه يتغير ويغمق وهو من جوه لسه ني. تمام، ميرسي يا قلبي لاتصالك، نورتيني. انا حطيت كده البطاطس لازم في زيت سخن. تمام، هنسيبها تتحمر، ويلا بينا بقى نقدم الفطاير بتاعتنا. بسم الله. طريقه البطاطس سهله جدا، وزي ما قلت لك تقدري تعملي منها كميه، هي بتفرط بتطلع كميه كبيره جدا، وتاخدي منها اللي انت عايزاه، وبعد كده الباقي كله بتشيليه في الفريزر يقعد معاكي، كل ما تحتاجي تطلعي بتطلعي وتحمري، بيديكي نتيجه حلوه، بيوفر علينا وقت كبير جدا ومجهود كبير. تمام، بسم الله. اللون لطيف جدا من تحت، الحروف دي من الدهان بتاع الوش نزل على الحروف، مفيش مشكله خالص، بس هو لونه فاتح جدا وجميل.
تحفة قوي، والعجينة طرية، هنفتح واحدة دلوقتي ونشوفها. يلا بقى تفضلوا، شاي بلبن وهيصة بقى، يعني نفرش مفرش. لطيفة جدا زي ما قلنا، في فطار في عشاء، بسهولة جدا وما بتاخدش وقت، على قد التخمير. بصوا بقى معايا دي، نفتحها كده. بصوا اوريكم بس العجينة شكلها عامل ازاي. بصوا بصوا العجينة، بصوا الحشوة، تحفة جدا جدا جدا. والعجينة هشة وطرية، طرية خالص. يلا بقى عايزاكم تجربوا، محدش يقول لي المعجنات صعبة خالص، والله بالعكس سهلة جدا. امشي على الخطوات بالظبط وهتلاقي نتيجة تحفة. هنطلع بس البطاطس بتاعتنا اللي في الزيت، ونجيب الفطاير التانية تستوي. نجهز كده الدنيا وننظف ترابيزتنا ونطلع البطاطس. طبعا البطاطس عشان في الزيت فلازم تطلع على طبق فيه مناديل مطبخ، عشان لو اي زيوت زياده ولا حاجه يمتصها وما تبقاش فيها كميه دهون كبيره. تمام، ونجهز الطبق. الطبق بتاعنا بقى هنحط فيه شويه بصل اخضر، وعندنا كمان فلفل الوان عشان يبقى الطبق شكله كده لطيف. ونشوف البطاطس بتاعتنا، عينيا. زي الفل، طلع بقى البطاطس بتاعتنا زي ما اتفقنا على مناديل المطبخ علشان يمتص اي نسبه دهون زياده. قدامنا اهو البطاطس اتعملت، ولا فكت ولا جرالها اي حاجه. امشي بالظبط على المقادير وامشي بالظبط على الطريقه، هتلاقي كل حاجه معاكي زي الفل ان شاء الله. شيل بقى الزيت من على النار وتعالوا نقدمها. وكنا النهارده عاملين اكلات لطيفه جدا وسهله، عملنا مع بعض طاجن المسقعه بالبشاميل، عملنا كمان فطاير الجبنه اللي تقدري تقدميها في الفطار والعشاء وللولاد كمان في المدرسه، وعملنا كروكيت البطاطس بحشوه البسطرمه. يا رب تكون اطباق النهارده نالت اعجابكم. يلا جربوا قولوا لي رايكم ايه، يا رب تكون الوصفات عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.